يلا بحضراتكم مرة أخرى. سمر بقى وإحنا في الفاصل كانت بتطبخ لنا شوية أرقام حلوة بقى، أرقام جامدة. وسمر في الأرقام مفيش أشطر منها. سمر هتوديكوا في حتة دلوقتي هتلم لكم البطولة كلها. أنا قلت صح ولا غلط؟ صح. ولا شكلي ما قلتش صح؟ لا أنت قلت صح. لا أنا ما تجيبيش أرقام كويسة. لا أنا سمر دايما هي بتجيب أرقام كويسة. طيب إيه أبرز الأرقام اللي شفتيها في دور المجموعات حتى الآن في كأس الأمم الأفريقية؟ يعني إحنا هي معانا الأرقام كلها. يعني هو بس خليني أبدأ بالحاجة اللي تفرح إن إحنا أسرع هدف كان من نصيبنا، يعني مصطفى محمد. للأسف كان يوم وحش قوي. كان يوم وحش فعلا، بس هو كان اسرع هدف وبعد كده اسرع سودت في كانت بقيه المباراه وحشه. بس انا بحب بحط اسامي اللعيبه المصريه في بدايه الكلام كده. فاحنا مصطفى محمد جاب جون في الدقيقه. قلنا يا جماعه الارقام بتاعه سمر ده ما تكسفوناش بقى يا جماعه، انا عمال ارقام جيمي في لحظه واقول سمر وسمر وسمر. يلا بينا ماشي. عايش اهداف المنتخبات: غينيا الاستوائيه 9 اهداف، السنغال 8، كابفيردي 7، مصر 6. مصر سجلت 6 واستقبلت 6، انجولا 6، المغرب 5. يعني غينيا الاستوائيه اقوى هجوم، اقوى ماشي. هجوم بس الـ يعني اكتر فريق يعني اكتر فريق سجل من المتوقع كان المغرب. يعني حققوا فرص من المتوقع كانت المغرب. هايل. بعده يا شباب موزمبيق. الاهداف المستقبله: موزمبيق 7، غينيا بيساو 7، جامبيا 7، غانا 6، مصر 6، الكاميرون 6. هو كان في اهداف كتير في البطوله، بس يعني. ايه لفت نظرك في الاهداف المستقبله دي؟ ان لا ارجعوا يا شباب على الرقم اللي قبل، خلونا نمشي واحده واحده. مصر ارجعوا يا شباب للي قبلها. في لقطه في لقطه حلوه ان كل اللي قبلنا دول خرجوا صح؟ كل احنا بس اللي اتاهلنا، يعني كل الناس اللي دخلوا فيهم اهداف كتير. انا عندي حاجه ثانيه، يعني انا عايز اقول لك حاجه على تاهل مصر، بس خايفه تزعل. يعني احنا بص كلهم خرجوا. لا بص دخل فيهم اهداف كتيره زينا والكاميرون مصر خرج. اللي قبلنا اهو عشان احنا كل السبعات التاهل بتاعنا ده بعنوان ربك لما يريد. يعني احنا بص ربنا راضي ان احنا نتاهل فتاهلنا، لكن احنا لعبنا لعبنا بس يعني مش المتوقع. طبعا مش طبعا يعني احنا ما بنتاهلش بثلاث نقط، ما بنتاهلش ثاني مجموعه، بس ده في ناس خرجوا. بس يعني المهم ان احنا تاهلنا. بس انت عندك حاجه، ما لعبناش احسن حاجه، بس التوفيق بيجي للناس. انت كنت واقف عند قصه الاهداف المتوقعه. لا الاهداف المستقبله، ان موزمبيق دخل فيها كتير، غينيا دخل فيها كتير. الاهداف المتوقعه تسجيلها فينا 1.73 دخل فينا 6، ده رقم يعني هو من 7 تسديدات استقبلنا 6. يعني برافو عليك. 89 هدف في دور المجموعات خلال 36 مباراه. الجوله الاولى شهد اول جوله خالص كانت 27 هدف، والجوله الثانيه كانت 28 هدف، والجوله الثالثه 24 هدف. حلو. بعده 3 اهداف عكسيه: غينيا الاستوائيه وغينيا بيساو، وبعدين غينيا بيساو في نيجيريا، وبعدين جامبيا والكاميرون. ماشي. 21 فوز من 36 مباراه، يعني 21 فوز والباقي تعادلات، 15 تعادل، 12 تعادل ايجابي، و3 سلبي. ممتاز. لا اصبر، ده لسه في 20 رقم كمان، مستعجل ليه؟ اهو دي قلناها. عمرو عمال يقول لي تايم وبتاع. خمس وانا بحاول انجز له. الشوط الثاني كان فيه تسجيل اهداف اكتر من الشوط الاولاني في كل دور المجموعات، يعني من اول في خلال ال 36 مباراه شهدت مباريات تسجيل 32 هدف في الشوط الاول و57 هدف في الشوط الثاني. الله يفتح عليك. لا هنكمل دينا حبه كمان. ماشي. اديله فرصته. اديله فرصته. اربع بطاقات حمراء و115 بطاقه صفراء. حلو. مفيش كروت حمراء كتير، يعني اعتقد اربعه ده في 36 اربعه في 36 مباراه، يعني حاجه هايله. بس 150 بطاقه صفراء، 11 ركله جزاء، اهمهم ضربه جزاء اللي شاطها صلاح، اللي خدها مصطفى محمد وشاطها صلاح. يعني طيب الذكر دائما محمد طبعا صلاح. هاتريك وحيد مهاجم غينيا الاستوائيه ميلو انسوي اللي الشباب اختاروه في التشكيل. طبعا. اسرع هدف ابننا مصطفى محمد اكيد، يعني في الثانيه 88 دقيقه و 28 ثانيه. المدربين بقى اللي رحلوا دول رحلوا خلاص، دول خلاص يعني عادل عمروش تنزانيا، كوت ديفوار هتكمل، يعني هم كوت ديفوار هتكمل البطوله يعني، بس المدرب مش هيكمل. المدرب مش هيكمل. عادل عمروش تنزانيا ده اول الراحلين، ده اللي يعني اللي هاجم شويه الاتحاد المغربي. هو اشهر حاجه عملها في البطوله دي تصريحاته بس. مدرب جامبيا ده اللي من المدربين اللي كان بيتقال ان الزمالك بيفاوضه.
اتمنى ان يكون لا. جمال بالماضي يعني من المدربين الحقيقه يعني مفاجاه بالنسبه لي البطوله دي يعني خساره. وجلال ادري وجلال ادري تونس عين بالصدفه ورحل بشكل سيء رحل بالاداء مش بالصدفه رحل بالاخفاق. سمر شرفتي ونورتي، كنت سعيد جدا بتواجدك معايا النهارده.